كسل الوهاج مسلمون ديننا المنهاج كسل الوهاج مسلمون ديننا المنهاج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. حقيقة كان لزاما علي أن أتوجه بالشكر إلى مشايخ والدعاء والمفكرين والصحفيين أخواننا جميعا على الانترنت وعلى مواقع البلت وعلى البلتوك وعلى كل المواقع، إخواننا الذين سندونا في هذه المحنة العصيبة التي مررنا بها، هذه المحنة التي بدأت محنة عصيبة لكنها انتهت بفضل الله تعالى وبرحمته، منحة ربانية كريمة تنير الطريق وتوضح المعالم. وكان من فضل الله في هذه المحنة أن رأينا تكاتف المسلمين وشعرنا بمساندتهم وحبهم لنا في المرصد. هناك مواقع انطلقت بمجرد توقف المرصد عن التحديث، هناك مواقع انطلقت لتسد هذا الصدر. هناك عدد من الإخوة أقاموا جروبات على الفيسبوك، دعوات للتظاهر، رسائل، اتصالات، مكالمات، مساندة يعني حقا كانت قوية وكانت مؤثرة، وليس أفضل وللمرء من أن يشعر بمدى تكاتف إخوانه وتعاطفهم معه ومساندتهم لهذه القضية التي أقمنا على ثغرها. حتى إن بعض الإخوة الهكر جزاهم الله خيرا يعني حاولوا اقتحام المرصد والسيطرة عليه ثم عاد تشغيله وتحديث الموقع مرة أخرى. كل هذا يشعر المرء بفضل الله تبارك وتعالى في هذه المحنة. أيضا يعني كانت هناك كثير من المعاني العميقة التي لا يستطيع المرء أن يدركها في لين العيش ولا في رتابة الحياة ولا في رغد الأمن الذي يعيشه، لكنها تدرك في عمق المحنة وفي قلب الأزمة. يعني هناك أشياء يعني حقيقة ربما لا يتسع المجال لذكرها، لكن يعني أحب أن أقول أن معركتنا التي نخوضها الآن للدفاع عن الإسلام، هذه المعركة أقوى من القيد ومن القضبان ومن السجن. هذه المعركة أقوى وأكبر من الصوت ومن الألم ومن الاعتقال، بل إن هذه المعركة في حقيقتها أكبر من الموت والحياة. إنها معركة الصراع الأزلي بين الحق والباطل، الصراع بين جند الله وحزب الله وبين حزب الشيطان. هذا الصراع الأزلي الذي بدأ قبل أن يهبط الإنسان إلى الأرض ولن ينتهي حتى يرث الله الأرض ومن عليه، وما نحن إلا مرحلة في الطريق، في هذا الطريق الطويل الذي خطه الأنبياء والشهداء والصالحون. نسأل الله جل أن يجعلنا على آثارهم بخير وبإحسان. أيضا حقيقة يعني أوجه كلمة لأعداء الأمة الذين يشنون عليها حربا صليبية. قد يبدو للعيان أننا قلة مستضعفة مشردة مسلوبة ومحرومة من كل مظاهر القوة والنفوذ، لكن حقيقة الأمر ليست كذلك. نحن جند هذا الحق الهائل الذي قامت عليه السماوات والأرض. نحن جند هذا الحق الذي حمل الأمانة الكبرى في تاريخ البشرية جميعا. نحن جند هذا الحق الذي أقام الله لأجله سوق الدنيا والآخرة. بل على العكس تماما، كل قوة ظالمة معتدية هي في حقيقتها قوة زائفة هزيلة وضعيفة، لأنها مقطوعة عن مصدر القوة الحقيقي، قوة الملك من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه. ويعني إن كان من كلمة أوجهها في هذا الأمر إلى أعداء الإسلام فهي أننا صامدون حتى يرزقنا الله عز وجل إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. وإن كان من كلمة أوجهها إلى إخواننا المسلمين فهي أولا جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يتقبل منكم جهودكم وبذلكم. ثانيا أوصيكم بالصبر والثبات، فهذه كما قلت لكم معركة الحق والباطل، معركة أزلية، ولا أجد ما أقوله في هذا المقام إلا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين هاجم التتار على ديار المسلمين وقتلوا وشردوا وسقطت بغداد دار الخلافة. فزع الناس حتى وهجروا وتشاءم الناس وانتشر سب الدهر وسب الزمان، وبدأت يعني ما نسميه اللطيمات على تقام على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية، وظن الناس بأنفسهم سوءا بل وظن بعضهم بالله السوء.
فكتب شيخ الإسلام يوصي إخوانه بالثبات والصبر فيقول: واعلموا أصلحكم الله أن من أعظم نعم الله على العبد أن أحياه إلى هذا الوقت الذي يجدد الله فيه الدين ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وأنا أقول لكم والله لو كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير في زماننا هذا والله ما وسعهم السكوت على أسر الأخوات المسلمات ولا على سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على امتهان القرآن. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الأمر وأن يلهمنا العزيمة والرشد وأن يلهمنا الإخلاص والصواب. وختاما كما قلت أتوجه بالشكر إلى كل الإخوة الذين ساندونا في هذه المعركة التي ليست هي معركة المرصد ولا معركة خلة حرب، بل هي معركة الأمة الإسلامية جميعا. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. جزاكم الله خيرا ونسأل الله جل أن يتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.